حمص عز الدين 4/7/2012. هاي الطيارة ضربت صاروخ هون. لا هذا تصحيح معلومة، مو صاروخ، هذا عبارة عن برميل. برميل أو بسموه قازان. هذا بترميه الطيارة الرمي. يعني هذا محرم دوليا مثل القنابل العنقودية هذا. أيوه. لك طلع أنت الأرض هون كيف مسويها سودة. طلع هذا الكدر التراب، طلع كيف مسويه أسود. طلع شايف؟ أيوه. شايف كيف لونه الحقيقي؟ وكيف سواه أسود؟ هذا عبارة عن قازان. مثل تهديد بعد لي ونشوفه شو لسه ما استعمله. نزل للآخر للقاع للقاع للأرض للأرضية للأرضية. إنه بدي استعمل هيك أمور. هاي طبعاً الضيعة هي عبارة عن ضيعة مسالمة. ما فيها أبداً يعني ما فيها أي شيء، أي أعمال إرهابية، حتى في هون لك مخفر الشرطة. هاي المخفر هون قائم لساته على حاله. شوف تصور مخفر الشرطة. وهي الجيب تبعه قائم على حاله، طل الساتون يعني على رأس عمله. يعني الناس كلها طيبين، كل قاوي أهل حمص. زدت برميلين، برميل هون برميل هون برميل هونيك. طبعا صار جوا قصفها، صار هلا مفرجيك دار كمان زتت فيها برميل. شوف شوف الضحايا، واحد خلص كسر كمان، واحد مقصر بجروح. يعني هذا بالمختصر المفيد على المسلمين، على المسلمين. يعني يا ابو خالد اذا طيب المفروض نشق عميد من هون من القريه هاي، يعني هاي الصغيره هذا تسدين، يعني مسالم من كله، يعني كلهم عم تحمي الاهالي من جميع مناطق حمص، يعني المنطقه الوسطى حاوي عمالي كلها تقريبين لإلون. حتى انا اتصور هون ارهابيه ما في بالمنطقه، يعني هون هاي ضيعه ضيعه بالشار، يعني هون ضيعه بداوه نعيم، عرب نعيم، جماعه اكابر ومضيافين وكرماء، او العالم بس فتحوا بيوتهم للعالم قعدوها عندهم وطعموهم، قسموا رغيف الخبز بيناتهم، طلع شو صار فيهم. لسه الدمار فوق، بدي افرجيك الدمار هون المو. هاي يعني اقول هدول تهديد بعتهم، هاي عباره عن عميد انشق مشان كرمال الحريه. يعني كرمال اعمال العنف تبعه انشاء، ليش شلون بعت هون الضيعه؟ هذا مزار عز الدين ابو حمرا. طلع التراب شايفينه يا عالم، اسود اسود، هاي اللون الحقيقي لإله. طلع هاي لا سمح الله الغدا شفت من الاهالي، هاي لون نازل على بيت شو، وانتم بتعرفوا كلياتكم انه التراب للطين بس بيمتص الصدمه اكثر من الباطون. لو انه نازل على باطون هاي اقسم بالله العظيم لا تسويها قطعه مثل هاي القطعه اللي شايفها. طبعا هاي العالم خالد الحمصة طبعا كلها تهجرت. طلع خالص ليك الاطفال، طلع القطر، القطر تبعها، القطر تبعها اكثر من 8 امتار. طلع القطر تبعها اكثر من 8 امتار، والغماقه اكثر من 4-5 امتار. يعني انا بشتغل متعهد هيو، بتنفر مثل هاي الجوها بتاكل معي، يعني كل شيء 4 ساعات هيك باقي ما بالك. هذا شو هالنوعيات هاي اللي عم تشتغل؟ هاي محرمه دوليا، هاي مثل القنابل العنقوديه. وين المسلمين؟ اقسم بالله العظيم لم تنصروا اهلنا في سوريا يا مسلمين يا عرب، لم تنصرونا في سوريا، اقسم بالله لا خير فيكم، لا خير فيكم، لا نريد سلاح. بالصوت بالصوت بس، قوموا بالصوت بالحكي، نحن ما بدنا غير دعم من رب العالمين. طز بالناتو وطز بكل المتخاذلين، نحن بدنا حكي بس، توقفوا معنا ولو بالحكي. والله اللي إذا مرت هذه الأزمة على خير
لا خير فيكم للمسلمين. حمص عز الدين 47012.